السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. How are you today؟ إن شاء الله هنكمل سلسلة فيديوهات أهم المصطلحات الخاصة بمجال العمل والحياة عموما، ونكمل على الفيديوهات اللي فاتت. طبعا في الفيديو السابق كنا خدنا كويس في بداية الفيديو، وسبت لحضراتكم الوقت تحلوه مع نفسكم. مع فيديو النهاردة نبدأ إن نزودكم بالحل بقى، تعالوا نبدأ مع بعض. زي ما احنا شايفين البازل عندي، اول سؤال عندي across، يعني across معناه افقي، وداون معناه راسي. فتعالوا نقرأ اول سؤال. Don't forget to finish the report tomorrow. I've already finished. I am not scheduled or I am special. شخص بيكلم شخص تاني ويقول له ما تنساش تخلص التقرير بكرة، يبقى معاده ايه؟ بكرة. قال له انا فعلا خلصته، انا already خلصته فعلا. ففي الحالة ديت يبقى اذا هو ايه؟ هو سابق الميعاد بتاعه. في سابق الميعاد زي ما اتفقنا I am هنا ahead of، يبقى نكتب في السبيس هنا ahead of. نطلع فوق في رقم واحد ahead A-H-E-A-D of O-F. نقطة اللي بعد كده on the phone، الكلام ده على التليفون، شخص بيتكلم بيقول can I speak to Jean، ممكن اتكلم مع جين؟ فقال له ثانية لو سمحت. وابدأ انادي على جين ولا it's for you يا جين، ده ليكي it's for you. نطلع في رقم واحد نكتب it's I T apostrophe S for F O R. نمبر 5 برضو المحادثة على التليفون. Good afternoon, this is Hinton Hotel. How can كمل سهلة I help you. ونطلع رقم 5 5 I help H E L P U Y O U. ننزل تحت في العمدة الرأسية number 2 hurry up we have to يعني أسرع، احنا محتاجين نسرع شوية، نستعجل شوية، يلا شاورونا الهمة زي ما خدناها قبل كده في الفيديو وشرحناها بالتفصيل. فget and move on، يبقى نكتب في سبيس a move on، يبقى هذا number 2 a move m o v e on o n. Number 3, my name is Sam. That's S for Sweden. طيب طبعا انا اسمي سام، والاس ديت الاس اللي هي في زي الاس اللي في بدايه سويدن سويد، فنكتب 4 F O R number 3 F O R. Number 5, I'm driving to work now. I will arrive at work. انا بسوق العربية بتاعتي للشغل دلوقتي، انا هوصل الشغل ان شاء الله في خلال 15 دقيقة. في خلال او في غضون خدناها حرف بسيط جدا اللي هو N preposition، واروح كاتب number 5 N I N. That's it. طبعا دي لك البازل، تعالوا بقى نخش في فيديو بتاع النهاردة. أول مصطلح معانا النهاردة move something out of the way. move something out of the way. تعالوا أولا نتعلم النطق. move يعني أحرك something she out of the way. لو عايز أنطقها بشكل سريع فأقول out of the way، فالتي بنطقها زي flat T كده، تبقى دي سريعة أو R سريعة كده مش تحس بها، فبقول out of. out of. of وليست off. out of the way. move something out of the way يعني حرك شيء بعيدا عن الطريق. مثلا أنا ماشي في الطريق ففي مثلا حجر كبير، فبقول لواحد مثلا ساعدني عشان نخلي الحجر ده بعيد عن الطريق بتاعي، ف move the rock out of the way. في مثلا زي ما احنا شايفين في الصورة عندي هنا اهو، العربية ماشية وقدامها السنادي دي، فطبعا السيلز representative المسؤول عن المبيعات بيقول please move these boxes out of the way، من فضلكم حركوا الصناديق دي بعيد عن طريق الايه العربية. فدي اول مصطلح معانا. تعال ناخد more examples. we are having a party so I want to move the furniture out of the way. يعني احنا هنعمل حفلة، انا محتاج نحرك الاساس العفش يعني بعيد عن الطريق عشان يبقى في حرية في الحركة. there are a lot of things on your desk. If you move them out of the way, I'll put your computer there. There are في حاجات كتير على المكتب بتاعك، لو انت حركت الحاجات دي out of the way بعيد عن الطريق، المفترض اقدر احط الكمبيوتر بتاعك عليه. ده المصطلح الاولي. المصطلح التاني معانا النهاردة هو اتنين في بعض.
upside down right side up upside down. نتخيل كده مثلا رحت انا حاط التلفزيون بتاعي على التيبل على الترابيزه او المنضده ورحت قالب قلبه عكسه, فدي بنسميها upside down. في بعض الناس ممكن تقف على ايديها بدل رجليها فدي بسميها upside down. فلما قلب الحاجة رأسا على عقب دي بسميها upside down. طيب لو رجعت بقى عدلتها وخليت الرأس فوق والرجل تحت او اللي هو النمط او الشكل الطبيعي للحاجة ما بتنحط, فدي بنسميها right side up right side up. فتعالوا مع بعض كده في الصورة اللي عندي كده, هنا بقول له ايه طبعا شايل الحاجة وخلاص هتقع من تحت, انا هو شايلها ايه بقى upside down شايلها عكس. The box is upside down, please turn it right side up. يعني الصندوق انت ماسكه بالعكس, انت مش قلبه مش قلب حاله يعني, فمن فضلك turn it حوله او غيره الى right side up, عدله خلي القمة في تبقى في مكانها القمة والقاع يبقى في القاع. تعالوا more examples. Look, that picture is upside down. You hung it the wrong way. بصوا الصورة ديت upside down عكس عكس مقلوبة, انت علقتها بالطريقة الخطأ. More examples. There is a cake in this box. Please make sure the box is right side up. يعني في كيكة في الصندوق ده, انا عايزك تتأكد ان الصندوق ده is right side up, ان هو معدول مش مقلوب, بحيث الكيك يبقى في وضعها الصحيح الملائم عشان ما تتبهدلش. نختم بقى بمصطلح التالت معانا, no wonder no wonder no wonder, معناها now I understand why, دلوقتي انا فهمت ليه. تعالوا كده بالبلدي هنفهمها مع بعض. لما نبص كده في الصورتين اللي عندي هنا, I am الشخص الاولاني اللي على اليسار بيقول I am tired, انا تعبان. فطبعا زميله بيقول له why, ليه؟ قال له we made 143 deliveries today, احنا عملنا 143 يعني توصيلة بالعربية النهاردة, طلبات توصيل طلبات. فقال له no wonder you're tired, no wonder you're tired. بالعمال عايزين نقولها بالعمال no wonder معناها عشان كده انت تعبان. ايوة ماشي. فاذا مثلا حتى لو مثلا باباك راح طول الشغل ورايح طول النهار الشغل وجاء تعبان وبان عليه التعب تمام, فطبعا جاله يعني الصداع فانت بتقول عشان كده جالك صداع, ليه بقى؟ لانه طول النهار في الشغل في وجاي في الاخر طبعا بعد يوم طويل من التعب. فنو وندر معناه يعني لا عجب او عشان كده او انا فهمت خلاص السبب اللي انت اللي حالك ده بيقوله ليه يعني. فتعالوا مع more examples هتوضح الصورة اكتر يعني, اظن هي سهلة يعني. Why is he so sad? ليه هو حزين؟ His wife just died, زوجته ماتت. فرد عليه قال له no wonder he's sad, لا عجب ان هو حزين بقى, ما انا عرفت السبب بقى خلاص عشان كده هو حزين. More examples. This lamp doesn't work, يعني اللمبة ديت مش شغالة. You didn't plug it in, يا عمي مش شغال عشان انت مش حطيتها في الكوبس بتاعها. عشان كده it doesn't work, عشان كده هي مش شغالة, no wonder it doesn't work. اظن المصطلح سهل. هدول المصطلحين التلاتة بتوع النهاردة, اتمنى الناس استفادت. الى نهاية الفيديو اشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. See you my friends.